أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم السادة المشاهدين والمشاهدات بحلقة جديدة مع برنامجكم برنامج مع التلاوة. الحقيقة احنا النهاردة هنبدأ هذه الآيات الكريمات من الآية الرابعة إلى الآية الخامسة في سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. الحقيقة هذه الآيات نبين ما بها من أحكام. إن تتوبا إلى الله، ناخد بالنا من الإخفاء، إن تتوبا، والإخفاء يكون مقدار حركتين، يعني مثل قبض الإصبع أو الأيدي ونفردها كده، ده مقدار الحركتين. فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه، خد بالك اهو هنا الإخفاء كمان، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، الغنة مقدار حركتين، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة بعد ذلك ظهير، المد هنا مد متصل، فبعد كده وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذا، هو الذال خر لسانك، ذلك ظهير الظه. عسى ربه، خد بالك من المد الطبيعي اللي جاي، عسى ربه، في البعض يقول مثلا عسى، لا هي عسى ربه، مد طبيعي مقداره حركتين،
ربه البعض. لو أن أنا بمد المد المنفصل يبقى أنا هقول ربه إن طلقكن. أنا بكسر المنفصل هنا هيكون بقى ما فيش مد، يكون مد طبيعي. عسى ربه إن طلقكن. اللي جاية دي أهم حاجة بقى، خد بالك من الإخفاء اللي جاي. إن طا أهو يبقى في إخفاء، وبعد الطاء مفخمة. خد بالك بقى اللي ممكن هنا بقى البعض اللي هو ايه، ممكن تقول البعض يقول مثلا عسى ربه ان طا، وممكن تيجي تقول البعض يقول ايه طال لا 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 ان طال لا. يبقى اللام لام مرققه، خد بالك عشان ما قبلها مفخم، فهنا ممكن نقع في هذا الموضوع. فاحنا معانا الحاجه فتحيه، الاستاذه حياه معانا من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أستاذة حياء، إن نعم. تتوبا كسر الهمز، إن تتوبا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. بعد ذلك ظهير، مش ظهيرة، ظهير. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. إن طلقكن أن يبدله. إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيابات وأبكارا. ثيبات وأبكارا. ما شاء الله. شكرا لحضرتك أستاذة حياة، وإن شاء الله تابع معانا ونكون بإذن الله في الأحسن بإذن الله. معنا الأستاذة الحاجة جمالات من القاهرة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله. فتح الله لك حاجة جمالات. ومعانا الأستاذة مرفت من الغربية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكارا. فتح الله لك أستاذ ميرفت ما شاء الله وجزاك الله خيرا. فاصل ونعود إليكم من جديد. أهلا وسهلا، عدنا لحضرتكم من جديد ومعانا الأستاذ محمد من الغربية. أهلا وسهلا بك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أظهر يا شيخ محمد. أزواجاً خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. فتح الله لك يا شيخ محمد ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ربنا يكرمك يا رب ويزيدك من فضله. معانا الأستاذ أحمد من بني سويف. أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد، السلام فضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الإظهار يا أستاذ أحمد. أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا على طول، ما فيش يعني لا ما تخفيش ان ازواجا خيرا منهن. ازواجا خيرا منكن مسلمات. نعم.
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات سائحات مؤمنات، هتبقى مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات 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 عابدات سائحات ثيبات وأبكارا وأبكارا، مش وأبكارا، كار. ما شاء الله يا شيخ أحمد، فتح الله لك، وإن شاء الله تابع معانا، وإن شاء الله في من الأحسن بإذن الله. معانا الحاجة فاطمة من الدهقلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبوا إلى الله فقد صغت قلوبكم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. فقد صغت قلوبكما. فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. ظهير ظهير. عسى ربه إن عسى ربه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وإبكارا ثيبات وأبكارا. فتح الله لك يا أستاذة فاطمة، وإن شاء الله تابعينا بإذن الله. ما شاء الله. معنا الأستاذة نادية من القليوبية، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح وجبريل المؤمنين وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا الإزهار. خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فتح الله لك حاجة الله نادية. ما شاء العظيم. الله بارك الله فيك. معانا الأستاذ مأمون من الغربية، أهلا وسهلا يا فندم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل. تلفزيون يا أستاذ مأمون، اقفل. أعوذ بالله اقفل التلفزيون اللي عندك. الشيطان الرجيم. صوت التلفزيون اللي عندك يا أستاذ مأمون. معانا الأستاذة نوال من السودان. أيوة. حاول يا أستاذ مأمون معانا مرة تانية إن شاء الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالحاجة نوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تظاهرا عليه. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصالح المؤمنين والملائكة، المد بقى المد. وصالح المؤمنين والملائكة وبعد ذلك ظهير. عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فتح الله لك حاجة نوال. ومعانا الحاج محمود من الفيوم، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا حضرتك عم الشيخ. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. نعم. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله، فتح الله لك حاج محمود. فاصل ونعود إليكم مجددا. اهلا وسهلا، عدنا لحضرتكم من جديد ومعانا الحاج امل من الاسماعيليه. أيوة، اهلا وسهلا عليكم. يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مش من كنا، هي نون مشددة مفيش ألف. أن يبدله أزواجا خيرا منكن عشان هنا يسكن الحرف المتحرك حال الوقف. خيرا منكن مسلمات خيرا منكن أهو. خيرا منكن مسلمات مؤمنات
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله، فتح الله لك حجة أمل. معانا الأستاذة سهام من القاهرة، أهلا وسهلا يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله، فتح الله لك. ومعانا الأستاذة ليلى من الجيزة، أهلا وسهلا وفندم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور البرنامج فضيلة الشيخ. الله يكرمك يا أستاذة، ربنا يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من قلق للدال بقى؟ فقد صغت قلوبكما. فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. هو مولاه، هو. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله، فتح الله لك يا أستاذة ليلى. ومعانا الأستاذ شعبان من الفيوم، أهلا وسهلا يا فندم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا يا استاذ شعبان. بعت لك السلام مع الشيخ احمد المراغي. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك، اهلا. والله وعليا مولانا، كنت اخلي المكالمه دي للسلام ومكالمه كمان للقراءه. الله يكرمك يا سيدي، ربنا يبارك فيك يا رب، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. فتح الله لك أستاذ شعبان، وأهلا وسهلا بك في البرنامج، وإن شاء الله تابع معانا كده والقادم أحسن بمشيئة الله تعالى. معانا أستاذة أسماء من أسوان، أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله، فتح الله لك يا أستاذة أسماء. ومعانا الأستاذة سعاد من الجيزة، أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه وقلنا ده مد طبيعي حركتين. عسى ربه أن طلق الكسر الهمز هنا إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. فتح الله لك يا أستاذة سعاد، ما شاء الله، بارك الله فيك. فاصل ونعود إليكم مجددا. اهلا وسهلا، عدنا لحضراتكم من جديد، ومعانا الاستاذه اسماء من الاسماعيليه. اهلا وسهلا يا استاذه، اتفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا صح؟ نعم صح. أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا أن يبدله أزواجا خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فتح الله لك يا أستاذ أسماء ما شاء الله. ومعانا الأستاذة سهير. أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. ما شاء الله لك. فتح الله لك أستاذ سهير. ومعانا الأستاذ عزة من الأسكندرية. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه أن تطلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيئات وأبكارا. فتح الله لك يا أستاذ عزة ما شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. نستهل ونختم هذه الحلقة بالدعاء. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كريما طيبا مباركا فيه يا من أقر له بالعبودية كل معبود يا من يحمده كل محمود يا من سائله غير مردود يا من ببابه عن سؤاله غير مسدود يا من رجاء عباده بحبله مشدود يا بار يا ودود صل على سيدنا محمد خير مبعوث دعا إلى خير معبود وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، لك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر يا الله على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم قد وعدت نبيك في كتابك، ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأرنا يا الله ما يسرنا، وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. إلهنا إلهنا يا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات، يا راحم العباد، يا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات. اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل غم وهم وبلاء، واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ونصرتهم ورضيت عنهم، وسع أرزاقنا وبارك لنا يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وارفع درجاتنا بالقرآن، واجعل مقامنا في أعلى الجنان، وأجرنا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برعاية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.